أضاف المصري القديم علامة حتب اللي على شكل حصيرة وفوقها رغيف الخبز ومعناها راضي لآمن، وبقى اسم آمن حتب معناه أمون راضي، وده الاسم اللي اختاره أمون حتب الثالث لابنه، سماه آمن حتب، سماه أمون راضي. لكن أمون حتب الرابع كان ملك متمرد وقام بانقلاب ديني وخلى آمون غير راضي. واختفى آمون وتوجد أتون. كتبوا المصري القديم من 4 علامات. أول علامة منطوقة هي على شكل نبات البوص وتتنطق إيه، وتاني علامة منطوقة هي نصف رغيف الخبز وتتنطق ته. أما علامة أمواج المياه هي حرف النون وتتنطق أن، والكلمة على بعض تتنطق أتن. وجت علامة قرص الشمس وهي علامة غير منطوقة توضح لنا إيه المقصود من كلمة أتن، وأتن معناها النور.